السلام عليكم. شتان ما بين الواقع وبين الخطاب الذي تيقول السيد الوزير، هذا الشيء راه طيبونا بهذه الهضره. الله يرضي عليكم، الخطاب السياسي والخطاب الواقعي راه فرق كبير. هادشي راه داك، الا كنتو فعلا الا كنتو تتلاحظوا الامور مزيان وعندكم واحد المنهج النقدي تحليلي باش تفهم الواقع، وشوف الماده 13 اللي جات في قانون 0922، وشوف الماده 97 اللي تهضر الاجر المتغير، وشوف كل ما دارت التعديل ديالها وغبزز، وشوف واش فهمتي ديك الساعه قول لي راه جايين بنيه حسنه انهم يديروا لا جي اس تي جمعوهم كاملين، لي سونتر دو سونتي لي ديليغاسيون جمعوهم في جي اس تي، كلشي غيولي تبع جي اس تي، سيتادير بان غتكون لا موبيليتي. فين ما عندنا خاصات غنحولوك، فين ما كنتيش رونطابل غنحولوك باش تولي رونطابل، غيولي فيها حوايج اخرين. دابا ملي تيتحط القانون الاطار وما تيتحطوش النصوص التنظيميه والتطبيقيه ديالو اللي تتشرحوا، راه ما يمكنش تفهم الابعاد، لان النص القانوني مبهم. النص القانوني تيكون هكا، تيكون كما تنقولوا تيكون يا لطيف، ما تيكونش مدسم، تيكون جاف، ما تتفهمش المعنى ديالو. حنا لاحظنا غير في هذاك القانون ديال لي زانديميتو لا غارد، ميتو المراه تكون حامله وتتكون مرضعه، يا ربي تكون مرضعه باش تحيدها من لا غارد، يمكنه ما يمكنه، رئيس لهذا وخاص دير طلب ويوافق ليها وعلى حسب لوبوزوا. هذا غير مرة تترضع، وماشي الحق ديالها، الحق ديال الدري الصغير اللي تيرضع، اما هي موظفه، شوف الحق ديال الدري تينتزعوا ليه باش ما يرضعش مسكين وما يبدش مع امه. وتتقول لي دابا القوانين غادي نجيب غنديروا وغنفعل، راه شتى انا ما بين الواقع. راه جاك حتى الاخر يقول لك وكنا تنقولوا بان غيكون اصلاح وغيكون، ولكن للاسف ما تمش. واش غنديروا؟ الواقع هو هذا وصافي، ودروك ترن. راه ها الاخوان ما راه باش تفهموا الواقع. شتى نقولوا حنا دابا جوده العلاجات ولا استمراريه المرفق العمومي بصفه عامه، راه الا ما كانش جوده العلاجات وما كانش لاتراكتيفيتي الجاذبيه ديال القطاع، راه ما يستمرش. راه غندوزو للبلون بي، غنبيعو المؤسسات الصحيه، غنبداو نبيعو في لي زوبيتو اللي تنصلحو دابا وتيقادو، هانت غيبداو يدوزوهم للمؤسسات اخرى حره، وغادي ديطاشيو بنادم كل واحد يزيد القنطخر. انا تنهضرو تنقولو ليغ كار فعلا كان عند السي اش وكان لا سي ام ار كان عند السويسي افكتيفمون كان، ولكن سي اش يو مستخدمين بقى عندهم البي بي ار، واش عطاهم شي ماتريكول؟ عندك بي بي ار صافي، تتخلص من الميزانيه العامه ولا من الميزانيه الجهويه، هذا لا يمنع بانه يبقى عندك بي بي ار. اذا كل ما عندكش واحد النيه سيئه ومبيته ما غاديش تدي هاد لا بروسيدور. شكون اللي اوبليجي عليك تقول لي نحافظ لك على المكتسب وتحيد لي بي بي ار؟ اول مكتسب هو صفه الموظف العمومي. يعني بغيت تمشي دير الحاق اداره اخرى غيقول لك ما عندكش صفه الموظف العمومي، وقعات التعليم. السيده تتقرا الدكتوره، خدات الدكتوره ديالها ومشات دارت اساتذه التعليم العالي ونجحات في المباراه، وتم الغاء المباراه بقرار المحكمه. اذا علاش؟ لان لا تمتلك صفه الموظف العمومي، لان انتزعت منها ولات اوتور ديال الاكاديميه الجهويه. بغيت دير الالحاق الماليه، بغيت تمشيها في حالك القطاع اخر، من الالحاق غير ممكن، لان لا تمتلك صفه الموظف العمومي باش دير الالحاق. خاصك تخرج من اسلك من هذا القطاع هذا ودير لا ديميسيون، تعاود تدخل في لو ريكروتمون في المباراه ودوز امتحان وعاد باش تنجح ومشى لك كل شيء. حنا كنا في وزاره، حنا كنا في اداره اخرى ودخلنا الاداره ديال ديال ديال, ديال هنا وبقى عندنا نفس البي بي ار. كنا في الميليتير وكان عندنا بي بي ار، هو نفس البي بي ار اللي عندنا دابا، والانسيانيتي اللي كانت عندنا تحسبات لنا في لا روتريت، ما تحسبش لنا في الانسيانيتي هنايا في لي جيشيل ولي جيشلون لي غراد ولي جيشلون، ما تحسبش لنا كاع بالمره، بدينا ازيرو. هذه غير في الدوله المغربيه بين من اداره الاداره اللي تابعه للوظيفه العموميه. فما بالك انت تحول من من من, من الميزانيه العامه اللي هي ديال الوظيفه العموميه للجي اس تي، وغتقول لي غيحافظوا لك على المكتسبات؟ اش المكتسبات غيحافظوا لك عليها؟ غيدوزك لي ركان ويقول لك دير التكميل، التكميل اللي غتخلص عليك الدوله، غتخلص عليه انت، انت اللي غتخلصها. راه هذا هو اللي مش اشكاليه. الجي اس تي غايقول لك كل شيء، لي سونتر دو سونتي لي ديليغاسيون لي سي اش، كل شيء غيولي تابع للجي اس تي. ما بقاش تهضر لي انت ديليغاسيون ولا اوبيتا، غتولي كل شيء جي اس تي. سونتر سونتي ما عرفت فين كاين، غتقول لي تابع للجي اس تي.
سيتادير يعني وليتي تابع لينا، ما تبقاش تقول لي انا في هذه الديليغاسيون ما يمكنش نمشي للديليغاسيون الاخرى، تنقول لك تابع الجيست غنجيبك من هنا لهنا ونحطك من هنا لهنا وغندير نص تنظيمي في هذه المساله ولا مذكره وزاريه، وديك الساعه قول لي لا وغادي وتما غادي نربطوا هذه المساله هذه بالعقوبه التاديبيه. لا لي سانكسيون ديسيبلينير اللي غايجيو راه ماشي هما اللي غايكونوا، ولا بروسيدور ديسيبلينير اللي غايكون هنايا في اطار الجيستي ماشي هو اللي كان في اطار الوظيفه العموميه اللي فيه ضمانات فيه البحث التمهيدي وفيه حقوق الدفاع وعاده واش غادي تحال ولا ما تحالش على اللجنه الجهويه للتاديب، وعاده تمشي الوطن يعني السونتر ديال الكونتونسيو اللي تمشي للرباط ويقدر عندك فين دير، وعادي يقدر تطعن في القرار الاداري. شوف شحال ديال الضمانات عندك، اما دابا راه غفا زربان صافي صباح موقف سالينا الله يعاون، وسير هضر معاه ولا قول لي انت راه لي سانكسيون ديسيبلينير فين كاين لو بروبليم. راه النظام الاساسي ديال التعليم، انا نقول لك التعليم دابا اذكياء، علاش؟ رغم انهم داروا التجميد وداك التجميد راه ما كاينش اسم شي حاجه قانونيه تقول تجميد، اما الالغاء استبدال الابطال فهمتي، ولكن باش تقول لي اعاده النظر فيه وغادي نعاودوا ندير التغيير ديالو وي، ولكن ديال التجميد يعني تدير معايا كشكاش غنزيدك 1500 درهم نعطيها لك غادي تسكت غادي ندوز القانون وسالينا والله يعاوني عاونك، بغيتي غير الفلوس انا عطيتك الفلوس غنقسم لك 750 درهم ومن بعد غادي ندير لك نزيدك في الاقتطاعات ديال لا روتريت وغتشوف واش غيبقى لك شي 750 درهم فيها شي حاجه، والله تيضحك عليك عطيها لك من هنا وحيدها لك من هنايا، وعاد هذاك لي سانكسيون ديسيبلينير ماشي ما تبقاش انت قاعد تهضر وما تبقاش قدام، راه دابا لي سانكسيون ديسيبلينير ما عندوش عليهم، راه الطريقه التاديب راه ما كايناش، راه تنقول لك ملي تعطيك واحد القانون اطار ما مشروحش بالقوانين التنظيميه والتطبيقيه راه تنقلت لك راه تنخليك ما تقدرش تهضر، تبغي تهضر تيقول لك علاش باغي تهضر انت دابا، حنا كلشي قاد ديناها ما كاين حتى حاجه راه غير انت مخايف وهادي وحنا راه تنوعدوك بان هذا ومن بعد يلوح لك النص التنظيمي يا النص التطبيقي وانت ويجي يطبق عليك، ولا ما بغيتيش يدير لك لي سانكسيون ديسيبلينير ويوقفك ويحيلك على اللجنه ما يحيل كاع على اللجنه التدريبيه لا حتى حاجه، يوقفك ويقول لك وسير تسين حتى من بعد. هنا فين كاين لو بروبليم على لا كونتينيتي ديال هاد لي زاتابليسمون سانيتير، استمراريه المرفق العمومي والله ما كان جوده العلاجات وقدره على التنافسيه وتكون لاتراكتيفيتي الجاذبيه، والله لا قدر زاد المؤسسه الصحيه من هنا لثلاث سنين تشوف العجز ديال وزاره الصحه كي غيكون وتيبداو يبيعوا في لي زاتابليسمون سانيتير تيتبعوا لي سونتر دو سونتي ويتبعوا كل شيء. تنقول لكم انايا هاد المسائل هادي راه فهمي راه شوف حللوا الامور بجديه، بي بي ار واسيت تقول لي انت حافظ على المكتسبات والحفاظ على كانك في الوظيفه العموميه، راه ما خرجتيش من الوظيفه العموميه الوظيفه الصحيه والوظيفه العامه راك باقي راه بحال القضاه بحال الاخرين، واسيت طلع القضاه وشوف شنو واش باقي عندهم بي بي ار ولا ما بقاش عندهم بي بي ار، واش تزادهم ضمانات ولا ما تزادهمش ضمانات، هما راه خدامين فوق فيكي مزيان مخيرين رغم انه قطاع غير منتج، الا هضرنا من ناحيه الانتاجيه وبغينا راه حتى هو قطاع غير منتج، وسير تشوف الماليه دابا شحال لي بريم اللي غيتزادهم، وسير شوف المحافظه شحال تزاد فيها، وحنا القطاع الصحه اللي هو قطاع اجتماعي هو التعليم والصحه راه بغى راه مستحيل انك غتاخذ لي غارونتي اللي تيخدموا الاخر، وبالتالي حنا ما تهمناش واش حنا غندخلوا للجي اس تي ولا، حنا خاصنا الضمانات ديالنا، خاصنا الضمانات ديالنا يبقاو عندنا لي غارونتي وتزادونا الحقوق ديالنا اللي نضلنا عليهم وكرينا عليهم العصا وغنضلوا عليهم الاجداد ديالنا والاباء ديالنا خاصها تبقى، وعاد نزيدوا الضمانات اخرى الا عندكم نيه حسنه زيد على ارض الواقع، غنمشيو نبداو نضربوا على بريم دو ريسك ونضربوا على لي زانديمينيتي ديال لاكارد وهذا ويدوزوهم القوانين الاخرى وتجي وغتشوف هذيك الساعه شنو غيدير لك البريم دو ريسك واش غينفعك ملي غتمشي لك تولي 70% من لا روتريت، وديك الساعه تشوف واش بريم دو ريسك لا بريم ديالو غتدفعك ولا غتنفعك، ما تلقاش تقري حتى ولادك تولي تخدم ثلاثه الخدمات بحال المصريين تخدم ثلاثه الخدمات ويلاه تجيب التعادل. حنا شوف حنا تنقولوا بعض المرات تقول لك وزاره الصحه انا شي فوق الطاقه ديالي، انا راه فوق الطاقه ديالي الشيء راه مطبق من الفوق، يلا اش غتقول لي؟ الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم، حاولوا ما امكن حنا ما خسرنا والو، حنا النيه ديالكم حنا النوايا ديال الناس ما تنحكموش عليها تنحكموا على الفعل، النيه ديالك الله اللي غيعلم بها، حنا ما غاديش ندخلوا النوايا، حنا هضر معايا على ارض الواقع، انت دابا اليوم حيدتي لي البي بي ار وعطيتيني ماتريكول
بدون الاستشارة ديالي وتتقول لي بان نخرجك من القانون وغادي ندخلك تولي مستخدم، انا تنقول لك انا داير معك عقد، انا عاقد معك في الوظيفة العمومية على اساس انك تحافظ لي على لي غارونتي. انا ما بغيتش نبقى تابع الجيست ولا تابع الجيست، هذيك ضمانات خاصك تعطيني الضمانات، هذا عقد اخلاقي، رغم ان العقد راه ماشي ضروري يكون مكتوب، واخا يكون شفوي ولكن التزام، راه التزمتي معايا في مجموعه ديال المسائل انك تحافظ لي على المكتسبات والحقوق، وبالتالي انت بديتي تتهرس لي في الحقوق. واعطيني البي بي ار، شنو المشكل اللي عند لك البي بي ار انت؟ علاش بديتي، علاش درتي لي بهذه الطريقه تاع يوم بين صباح ومساء تنقول لي غادي تحافظ لينا على صفه الموظف العمومي، وهذا تيقول لك غنحافظوا على صفه الموظف العمومي وغتبقى هذا، ومن بعد تتنوض بين ما تتعلمني ما تقول لي حتى حاجه، ما تخرج بيان، ما تخرج حتى بلاغ تبين بانني فعلا واخا تحولتو من وزاره الصحه، تخرج تقول لك راه غادي تحولوا، راه هما بقاو دايرين داك لابليكاسيون مبلوكينها واحد شهرين، انت داروا لي بغاو ولحقوا لك الصباح، تتقلب تلقيتي راسك ما تخيكيل. واشنو هذا؟ ماشي الخداع هذا؟ هذا هو التعاقد، هذا هو التشاركيه. اسمح لي، لا غتخرج بالا غتقول لي هاكين هاكير غنحولكم من ما بي بي ار الماتريكول، لقيتوا لا سيتياسيون ديالكم ادمنستراتيف في هذا لو بروبليم، ما تخافوش، راه هذا لا يعني باننا غادي ندخلكم واحد نظام جديد ديال التقاعد ولا غادي نديروا ولا، ولكن لا الامور راه تمشي بهذه الطريقه هذه وما عندكم لي غارونتي، وحنا دابا تنوعدكم باننا غيبقى ولكن انت ما درتي والو، ما درتي لا بلاغ لا بيان لا حتى حاجه، ما علمتي ما والو، تجي في الصباح كون ما قلبناش حنا ما لقاوش هذه القضيه هذه، وهذا الشيء دايوغ راه الاطر الصحيه كامله، انا جي فيريفيتا لا سيتياسيون ادمنستراتيف ديال لي ميدسان لي كوليك ديالنا، لقاو ماتريكول لي انجينيور لي ادمنستراتور لي تكنيسيان كلشي عندهم هذا لو بروبليم هذا ديال الماتريكول، بي بي ار تحول الماتريكول اي سي با لوكو، ما عمرها ما طلقش في الحوار الاجتماعي، اذا نكون ما عندكش حتى واحد النيه مميته ما غاديش هذيك، وخليني انا حر، بغيت نمشي ليركار نمشي ليركار، بغيت نمشي لا سي ام ار نبقى في لا سي ام ار، علاش انت تتفرض عليا بهذه الطريقه هذه؟ يوم غدي يقول لك لا ديال لا سي ام ار ما بقاش كلشي ولا غير ليركار، غنديروا غادي دير مع سميتو كاع الادماج، لا غدير لابسوربسيون لا سي ام ار ما تبقاش غتابسوربيها ليركار، انسيرسيون تتسمى انسيرسيون ابسوربسيون ولا سميتو كاع. دونك هنا مشكل، هنا مشكل، بحال مثلا جوج بنكات تيتجمعوا، جوج بنكات تجاري وفا بنك، تتكون تجاري ولا فا بنك، تجاري بنك ولا فا بنك، جمعناهم ولاو تجاري وفا بنك، هذه ابسوربسيون، ماشي ابسوربسيون، هذه ادماج انتيغراسيون، تنجمعوا دابا غايدير لك لابسوربسيون، غايدير لك لا سي ام ار بحال لانام، لانام تحولات الاخر لاهاس، تحولات دابا لاهاس، داروا لها ابسوربسيون، ما داروش ليها ما بقاش السميه ديال انا ولات لاهاس. دونك حبال دابا الوظيفه العموميه يحولك للجي اس تي، صافي مشيتي ما بقيتيش تولي مستخدم بزز عليك رغم عنك، وانت راكمتي واحد التجربه وراكمتي واحد المسائل وهذا نو، وغير خليني بحال ما هكا حتى تندير ديك الساعه ديال التقاعد النسبي ولا ديال المغادره الطوعيه، ولكن احتفظ بصفه الموظف العمومي حتى ما يعجبنيش الحال نمشي في حالتي وتبقى عندي صفه الموظف العمومي نمشي لاداره اخرى ونخدم، ولكن باش تهرس لي حتى المسار ديالي انني ما نبقاش هنايا راه مشكله، راه نمشي ندير دعوه في المحكمه الاداريه ونسترجع انا صفه الموظف العمومي ونمشي ندفع لكم كل، ولكن حنا خاصنا نضلوا على هذه المساله هذه، راه خاصنا نضلوا عليها الاخوان، راه هذه هي المبدا ديال النضال ديالنا، اين فوا تناضل على هذه القضيه وعرفوك راه واعي بها راه ما يقدروش يدوزوا لي زوطخ وصافي، ونمشيو خي باش انا نحولوا هذا النظام ديال الجي اس تي صالح ديالنا اللي هو خصوصيه القطاع، بغيتوا ما بغيتوا تقضيو على النظام ديال الوظيفه العموميه حيت فيه لي غارونتي مزيانين، وبغيتوا ديروا كاع نظام اساسي للقطاع الاخرين ما ماشي مشكل، حنا ما عندنا مشكل لا في النظام الاساسي لا في والو، حتى هذاك راه هو ظاهر شريف وتا هو راه ديال النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه، ولكن النظام الاساسي اللي تيحافظ لي على لي غارونتي، تيحافظ تعطيني مكتسبات جديده، فهمتي؟ تحافظي على الكرامة ديالي، على داكشي اللي ناضلت عليه، واللي كليت عليه العصا، وتشدوا جدادنا في الحبس، وتشردوا، تحافظني عليه، وديك الساعة أنا معاك في الجي اس تي، وأنا معاك ماشي غير في الجي اس تي، في الاسفي تي ولا الجي اس تي، وما عرفت شنو كاع، تسميها ما بغيتي، التسميات راه ماشي هي الإشكالية اللي عندنا حنا، حنا سميناتها سفينة نوح، دبر راسك، ولكن حنا خاصك تحافظ ليا على الحقوق والمكتسبات. عندي حقوق عندي واجبات وعندي مكتسبات خاصك تحافظ ليا عليهم وتزيدني حقوق اخرى الا عندك فعلا النيه الصالحه ولا عندك فعلا الخطاب
المنطقي والخطاب الإيجابي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شي تيألم، وحق الله العظيم تيألم، والله العظيم اللي تيألم. هيدفعونا باش نهاجروا باش نمشيو، ما غنهاجروش. انا ما نمشي لكندا لالمانيا، لا انا قراوني المغاربه وغنداوي المغاربه وغنبقى في المغرب، وما غنمشي لكندا. انا كندا هما اللي داووني، هما اللي قراوني، هما اللي هما والديا، هما اللي كبروني، كبروني المغاربه غنبقى معاهم وغناضل الحقوق ديالي جوسكو. ما غنمشيش نبدا في بلاصه اخرى، نمشي لكندا لالمانيا لفرنسا اللي تقنت، غنبقى هنا وغناضل الحقوق ديالي جوسكو. سالينا.